عدنا من جديد. السلام عليكم إخواني جديديين وجديديات، وبغيتكم كلكم ترحبوا بفرعون الجديدي. بغينا نعرفوا واش حنا في كاريان ولا في الكاريان، واقيلا ولا احسن منا ليه. واش الناس هذوك اللي جايين دابا يا اللي جايين كيصيفوا عندنا في جديده يديو خبارنا، بغيتهم يديو خبارنا. جديده مسخه، جديده فيها الخنز، جديده. ها انتم كسبيل المثالات الشارع، حنا عندنا واحد الشوارع جوج، اللي عندنا جوج شوارع اللي عندنا، اللي جيت لابلاج والاخر على السينما على المسرح عفيفي. هاد جوج شوارع هما اللي عندنا. سبحان الله العظيم، ها انتم كتشوفوا خيرات ربي من الخنانزه ومن الزبابله ومن الزلط وبوكلي، بحال راكم ربيتوا فينا الخلعه اخوتي، ربيتوا فينا الخلعه. ولكن انا راه ما كاينش معاكم الخلعه، انا ما نفاكش ما نفاكش. جديده اما تقاد ولا تخوي البلاد، ولا قتلوني. انا عار راسي، غادي تقتلوني، غادي تقتلوني، ولا غادي تشدوني في الحبس، لانني انا كنعبر بكل الراي ديالي المعرفي، وكنعطي الجديده اشنو خاص يكون. جديده عندها واحد التراث، جديده عندها موارد طبيعيه، جديده عندها بلايص اللي كيخرجوا منهم العاقه، اللي بور البور الاسماك عندنا. علاش حنا ما قادينش على جديده؟ علاش العامل ديال الاقليم ما ينوضش يتفرقع عليهم؟ هو الممثل جلاله الملك نصره الله. علاش العامل؟ علاش العامل ما يدويش؟ علاش البلديه ما تدويش؟ راه حنايا صافي بلغات بينا العظم، بلغات بينا العظم. مني كتشم هاد الشيء وكتشوف هاد الشيء ديال الخنز وصلنا به ولينا بركاصه. حنا في مدينه جديده ولات بركاصه. اخوان بغيت نفسر لكم واحد التفسير. واش جديده ما عندهاش موالي؟ واش جديده ولكن هذا الراجع لمن كيرجع؟ راني قلتها لكم في الفيديو السابق، قلت لكم الجمعيات بمدينة جديدة لا تساوي شيء. ما كاينه حتى شي جمعيه كتحمر الوجه، لان الجمعيه هذا هو الدور ديالها الاساسي. شوفوا الجمعيات كاملين، الدور ديالكم الاساسي هو تنقيه البلاد، هي انكم تحافظوا على التراث، تحافظوا على المصالح ديال المجتمع، ديروا طواليطات عموميه، ديروا مكسبات، تحافظوا لنا على الجرا ديال المجال الاخضر. ثم يا صافي بديتوا بالباطيمات كتبيعوا وتشريوا في المناصب كذا، هاك 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 الفلوس العاقه كتدخل، وناسين الجرادي، ناسين كل شيء. كتعرفوا غير المصالح ديالكم انتم هما اللي كتعرفوا المصالح ديالكم. حنا المجتمع ما كاينش والو، الناس الساكنه ديال جديده ما كتعرف لا مصالح لا والو، كل شيء عايش، كل شيء كتسحبوه بخير، كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله. فرعون الجديدي ديما غادي يبين الحقائق ديال هاد البلاد، وانتظرونا ان شاء الله.